تب هاي كيفكم؟ في فيديو نزل انه بنت ماشية حدا حاطت ايده من تحت مدرش خام يعمل لها بالثلث وماشية حاطين وجهي او حدا مثلي او ما بعرف شو يعني اللي هو فعم يبعثوا لبعض وعم بيقولوا انه هاي دي انا هاي تاني مرة بيعملوا فيني حسب الله ونعم الوكيل بس رح اقول مش اكتر من هيك يعني انتو تتركوا الدنيا كلها بس تشوفوا علي انا يعني ليش انا بالذات اذيني ما عم بفهم انا 9 اشهر صرت على السوشيال ميديا تركوني بحالي شو بكن يا عمي ما بتخافوا الله لك حلوا عني حلوا عني حلوا عني هاي مش انا شو بكن خافوا الله.